السلام عليكم. عندنا أيضا محاضرة مهمة من محاضرات المسرح. Important terms. Action. Action, the main series of event that constitute in the plot of a play. Action هي الحدث اللي يصير بالبلوت مالت مالت المسرحية. Act and scene. الأكت هو والسين. الأكت هو الفصل. يعني المسرحية كم فصل بيها؟ ها؟ والسين هو المشهد. يعني بالضبط بالضبط يعني الحلقة والمشهد. يعني هذا الحلقة الأولى، المشهد الأول، هيك مقصود بيها. تمام؟ أنت هنا يعني act the main division of the action of a play in England. This is a division was introduced by the Elizabethan dramatist who imitated ancient Roman. في إنجلترا هذا النوع، هذا التقسيم كان يعني يقدم عن طريق الكتاب الإلزابيثيان who imitated ancient Roman play, structured the action and into five acts. كانوا يقسمونها إلى خمسة مشاهد. طبعا هذه مهمة، احتمال يجيك الأستاذ explain the act according to England هيك. تمام؟ لكن بالقرن التاسع عشر many writers followed ups and up structure played in four acts. بالقرن العشرين طبعا ذن كل لازم تحفظهن. بالقرن العشرين the most common form for a non-musical drama of three acts. Each act may have one or more scene. انا بالقرن العشرين يعني ثلاثة مشاهد قسموها المسرحية. تمام؟ هذين المهمات احتمال يجيب لك الاستاذ شرح، لان هم يدورون هاي الشغلات مال العصر الاليزابيثي، هي مهمة يعني. زين، ايش عندنا الكريسيس؟ A point in a play، وهي نقطة في المسرحية. At which والتي فيها the conflict الصراع is intensified and resolution is immediate. هي الكريسيس هي الذروة، يعني أهم نقطة في المسرحية. تمام؟ الكلايمكس هو قلنا عليه، هو الكلايمكس هو النقطة اللي راح يلتقون بها الشخصين. A part of play in which the crisis reaches its highest intensity. Reaches its highest intensity، تصل ذروتها. عندنا السيليلوكوي. السيليلوكوي a speech said by the character، وهو كلام يقال عن طريق الكاتب. When it's alone، عندما يكون وحيدا on stage، على الستيج على المسرح. It reflects، تعكس the speaker's feeling، تعكس أفكار الشاعر، أفكار المتكلم. عندنا الأستاذ a speech said by character، وهو كلام يقال عن طريق الشخصية. When there is many character at least more than one on stage. الأستاذ هو كلام ينقال على المسرح عندما أكو هنالك شخصيات موجودين على المسرح. ها؟ بس هذا الكلام يسمعون الجمهور، يعني ما يسمعون الشخصيات. تمام؟ يعني هو كلام موجه، الأسايد هو كلام جانبي يقال لحتى يسمع الجمهور. السيليلوكوي ممكن الكاركتر يسمعه. تمام؟ الكورس، هذا الكورس حيل مهم، هذا الكورس حفظ. الكورس هم الجوقة. In a Greek drama chorus is a group of actors. الكورس هم شخص، هم نوع من ثلاث، مجموعة من الناس who comments، الذين يعلقون على الحدث. And chorus does not sprinting besides of play. The Elizabethan drama chorus refers to a single character. بالإلزابيثي بالعصر الدرامي بالدراما الإلزابيثية الكورس يشير إلى شخصية واحدة، والذي يلقي المقدمة والخاتمة، وبعض الأحيان يعلق على الحدث. تمام؟ هذه جدا مهمة. يعني الكارس احنا مثل ما قلنا هو الشخص اللي يقدم المسرحية او اللي يقدم الحدث، يعني بنهاية وبخاتمة. تمام؟ هذا كل ما يزد بالنسبة لنا المصطلحات حيل مهمات ونحتاج حتى نفهم المسرحية. تمام؟ تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.